بكل الحب والمودة ألتقيكم مشاهدي قناة الرشيد الفضائية وحلقة جديدة من برنامجنا بيئتنا حياتنا الذي تعده دائرة التوعية والإعلام البيئي لوزارة البيئة. ابقوا معنا. نبقى والعناوين: زيارات ميدانية لعدد من المدارس في جانب الرصافة ببغداد، ورشة توعوية عن مشروع خطة التكيف الوطنية في ديقار، مع أهم الأنشطة لمديريات البيئة في بغداد والمحافظات. معقولة؟ أنت ما تحس نفسك غلطان؟ فصار لك ساعات فاتح المي بلا حرقة قلب، واحد فاتح المي للمبردة وبلا طوافة، ووحدة عايفة البوري مفتوح وملتهية تخابر. لو تعرف كل متر مكعب يكلف الدولة 10,000 دينار تصفية ونقل، يعني كل عائلة تهدر مثلكم تخسر المال العام يوميا عشرات الألوف من الدنانير. الماء نعمة لا تخسرها بيدك. مع بدء العام الدراسي الجديد كثفت وزارة البيئة من جولاتها وحملاتها التوعوية لعدد من مدارس العاصمة بغداد. نشاهد التفاصيل في التقرير المصور الآتي. تعزيز ثقافة المحافظة على البيئة المدرسية وصحة المجتمع المدرسي، هذا ما تسعى إليه فرق وزارة البيئة من خلال الزيارات الدورية لمدارس بغداد للإطلاع على الواقع البيئي فيها. قامت قسم البيئة المدرسية بزيارة مدرسة لبنان الابتدائية، وطلعنا على الواقع البيئي للمدرسة، وكما تم استخدام لأول مرة تجربة الداتا شوب وطرح مواضيع بيئية، وكان التفاعل بين الطلاب والنشر، فشفناها يعني طريقة ناجحة، وبإذن الله سيتم يعني تطبيقها في كافة المدارس. سياق العمل اللي الوقاية من الكورونا والحفاظ على البيئة، إنه توجيهات الصباحية تكون لبس الكمامة، جلب المعقمات، توجيه الطلاب غسل إيديهم، التعقيم، الحفاظ على نظافة المدرسة. لازم نحافظ على البيئة وما نشمر الزبالة بالقاع وبالمياه على مود تتوسخ المياه ويصير بها جراثيم، ولازم نحافظ على نظافتنا. المدارس التي تمت زيارتها قامت بتعيين المرشد البيئي والصحي ليكون أداة لتعزيز الوعي البيئي داخل المدارس والمساهمة في الارتقاء بمستوى توفير البيئة الصحيحة المناسبة لتلاميذي وطلبة المدارس. كواجبنا في بالمدرسة إرشاد الطلاب على وضع كورونا، أول ما ندخل المدرسة نقوم بتوجيه الطلاب في الاصطفاف من ناحية الصحة، ارتداء الكمامات والمعقمات والتباعد بين الطلاب وعدم الاكتظاظ والاجتماع في مكانات. وهاي الأشياء اللي قدمتوها للطلاب والمعلومات على نظافة البيئة وترشيد استهلاك الماء والأشياء هاي كلها كانت مهمة، وكان من الضروري يعني طلابنا يعرفوها. احنا بالمدرسة يعني بواجبنا من ناحيتنا ما مقصرين ككادر والمعلمات، الإدارة نوجههم دائما على شلون النظافة، ترشيد استهلاك الماء، آداب العامة، كلها من ضمن الأشياء اليومية أثناء الاصطفاف وأثناء يعني تواجدهم بالصف. النظافة ليست النظافة علامة الظرافة، فالولد النظيف منظره خفيف، يحبه الأصحاب والأهل والأغراب، فكن نظيفا دائما تحيا سعيد نعم، نظافة الإبدان حقا من الأصحاب. إيصال رسائل وأفكار بيئية لطلاب المدارس حول أهمية ترسيخ المفاهيم والقيم البيئية التي من شأنها أن تحافظ على الواقع البيئي المدرسي، وتشخيص بعض الملاحظات والاحتياجات لدى المدارس من أجل رفعها إلى الجهات والدوائر المعنية، وإيجاد الحلول السريعة اللازمة بما يخدم الواقع البيئي. Thank you.
التنمية المستدامة هي عملية تطوير الأرض والمدن والمجتمعات وكذلك الأعمال التجارية بشرط أن تلبي احتياجات الحاضر دون المساس بقدرة الأجيال القادمة على تلبية حاجاتها. أهدافها القضاء على الفقر، القضاء التام على الجوع، الصحة الجيدة والرفاه، التعليم الجيد، المساواة بين الجنسين، المياه النظيفة والنظافة الصحية، الطاقة النظيفة، العمل اللائق ونمو الاقتصاد، الصناعة والابتكار والبنية التحتية، الحد من أوجه عدم المساواة، مدن ومجتمعات محلية مستدامة، الاستهلاك والإنتاج المسؤولان، العمل المناخي، الحياة تحت الماء، الحياة في البر، السلام والعدالة والمؤسسات القوية، وعقد الشراكة لتحقيق الأهداف. أبعاد التنمية المستدامة: البعد التقني، البعد البيئي، البعد الاقتصادي، والبعد الاجتماعي. أهميتها: التنمية المستدامة هي مفهوم شامل من حيث أهدافه والمجالات التي يعنى بها، فهو يريد خلق حالة أفضل للكوكب الذي نعيش عليه من خلال ترشيد استخدام موارده وتحسين نوعية المعيشة للناس وتحسين تعاملنا مع البيئة والبحث عن موارد الطاقة المتجددة فيه وعدم استنزاف مقتراته. وتترابط أهداف التنمية المستدامة فيما بينها، على الرغم أن لكل منها أهدافاً صغيرة محددة خاصة به تمثل في مجموعها 169 غاية. بدعم من برنامج الأمم المتحدة للبيئة، نظمت وزارة البيئة الدائرة الفنية ورشة عمل توعوية في ذي قار لتعزيز جهود العراق في مواجهة التغيرات المناخية. التفاصيل في سياق هذا التقرير. ورشة عمل توعوية خاصة بمشروع خطة التكيف الوطنية نظمتها وزارة البيئة متمثلة بالدائرة الفنية وبدعم من برنامج الأمم المتحدة للبيئة اليونب وصندوق المناخ الأخضر GCF بحضور مدير بيئة ذي قار ومديرية الدفاع المدني والشرطة البيئية والجهات ذات العلاقة في محافظة ذي قار. الحقيقة هذه الورشة هي لرفع مستوى الوعي بموضوع التغيرات المناخية لدى أصحاب القرار في محافظة ذي قار، وبنفس الوقت تقييم المحافظة تجاه التغيرات المناخية بسبب شحة المياه وارتفاع درجات الحرارة في المحافظة. التغيرات المناخية هي في تطور كبير، كما تطور التكنولوجيا وتتأثر بالتغيرات الكبيرة وتؤثر على المجتمع سلبا وإيجابا. حقيقة هذه الورشة قامت في محافظة ذي قار، كانت تقام سابقا في محافظات أخرى، ولكن عندما تقام في محافظة ذي قار فيها ميزة كبيرة، لأن محافظة ذي قار تتأثر وتتميز بوجود عناصر التكييف المناخي. محافظة ذي قار تعد واحدة من أكثر المحافظات العراقية المتضررة من التغيرات المناخية، كونها تعاني من مشاكل عدة، منها زيادة نسبة التصحر والجفاف وارتفاع نسب التلوث، فكان لزاما من وزارة البيئة أن توليها أهمية استثنائية لمعالجة المشاكل البيئية التي تعاني منها. دورنا كمركز شرطة حماية البيئة في مديرية الدفاع المدني لدينا رؤية عن جانب التغيرات المناخية من خلال قسم الدراسات والبحوث في المركز وقسم التوعية البيئية، إضافة للقسم الجنائي لدينا أكثر من 1400 دعوة قضائية في محافظة ذي قار على كل أنواع التلوث، سواء كان في الهواء أو في التربة أو في التلوث الإشعاعي أو تلوث المياه، إضافة إلى مواضيع كثيرة. حقيقة تعد محافظة ذي قار من المحافظات التي تتعرض لمخاطر وتحديات كبيرة من خلال التغيرات المناخية، من الجفاف والمصادر قلة المناسب في المصادر المائية، خاصة وأن محافظة ذي قار لها خصوصية كبيرة، لذلك تعد هذه الخطة وهذه الورشات مهمة جدا لتسليط الضوء على أهم التحديات وما هي الآليات لغرض معالجة هذه التحديات. وتسعى وزارة البيئة من خلال هذه الورش إلى تعزيز الثقافة البيئية لتعزيز جهود العراق في مواجهة تقلبات التغيرات المناخية وانعكاساتها والتي تؤثر سلبا على البيئة العراقية.
طموحنا أن يكون العراق سلة الشرق الأوسط للغذاء بعد تطوير القطاع الزراعي والإروائي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وبمساهمة فاعلة من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP. المشاكل والتهديدات للبيئة العراقية الناتجة عن تأثيرات التغيرات المناخية في العالم، شحة المياه وموجات الجفاف، العواصف الترابية وتصحر الأراضي، ارتفاع مفرط في درجات الحرارة، تدهور اقتصادي وازدياد حالة الفقر والبطالة، تأثيرات ملحوظة على بيئة وصحة المواطن. تغير المناخ هو حالة طوارئ عالمية تتجاوز الحدود الوطنية بسبب قرون من مخرجات التلوث الناجمة عن الثورة الصناعية في العالم، فهي قضية تتطلب تعاوناً دولياً للتحرك نحو اقتصاد أخضر منخفض الكربون. وتعمل الحكومة على أن يستفيد العراق من تنفيذ مشاريع آنية ومستقبلية تسهم في تحسين الاقتصاد الأخضر. هذه القضية هي مفروضة علينا، هي مو باختيارنا. الناس هؤلاء كانوا موجودين قبل وجودنا في داخل هذه الروضة وفي داخل هذه البناية، لذلك حينما نتكلم معهم يقولون هذا رزقنا، يعني هذا رزقنا، وين نروح؟ وين نعطي وجهنا مثلا احنا؟ فاحنا نقول ونخاطب المسؤولين، مأذي سمعة الروضة، مأذي رزقي، نطالب بأنه توفرون يعني إزالتهم باعتبار ظاهرة سلبية، مو فقط هذا المكان، كل مكان موجود بقطيع أغنام، كل مكان فيه تجاوزات. أنا حتى هاي الصبات الموجودة أتمنى إذا أزيلت قطعان الغنم أن تزال هاي الصبات، لأن حتى هاي الصبات تعيق حركة الناس. هذا المنظر من 90 وما يزال يعني هنا، هذا أهل الحلال والطليان هنا من 90 أي، وإجا هنا مثل أنت تسأل على الروضة، الروضة هي كانت ببكتها، اجى المدير البلديه هنا ايش ياخذون تنظيف مال شارع. خب احنا ليش ما انتم حضرتكم دوله وهذا وشيل القانون هو يشيلهم، يعني احنا عندنا اجازه يعني صادره من التربيه وهذا كامله. هاي حاله غير حضاريه، يعني شوف المظهر هسه. وثاني شيء هاي اكو هنا روضه يعني، والامراض، واحنا غير نحارب مرض كورونا لو شنو، واكلها امراض هاي بنص المدينه، يعني اشوفها مو لايقه. وكانت ترى من تبدا من الخدمين للنهايه اكو هالحالات، يعني هوايه هالحالات مو بس انا. هاي شلون بوكان منفذ نشتغل بيه؟ يعني شنو بوكان؟ يعني شلون بوكان نشتغل بيه؟ مزرعه شلون غير شغله عم نشتغل، عشان احنا جايين نذبح قدام العين، هذا نجيبه نذبح هنا طريق. انا شاب، اعطيني حقي وانا بطل من هاي الشغله، اعطيني راتب، اعطيني وظيفه وانا بطل من هاي الشغله، اعطيني مكان محدد، سوي لي مكان محدد، هذا انه هذا الك. هسه لو اكو شيء ممنوع هسه يمنعني هسه امنها، بس اعطيني عيشه. الله وكيله، قلت لك عندي هاي ابني ثلاثه بناته، ها والحجيه، وانا اشوف حالي.
الآن مع آخر أخبار وأنشطة مديريات البيئة في بغداد والمحافظات. نفذت فرق مديرية بيئة الديوانية زيارات ميدانية لعدد من المؤسسات الصحية لمعرفة مدى التزامها بالشروط البيئية والصحية. مدير بيئة الديوانية ساهر خليل قالت أن فرق المديرية قامت بإجراء زيارة تفتيشية لمستشفى الديوانية الأهلي للتأكد من التزامها بالشروط الصحية والبيئية، وتم رصد ومتابعة كيفية التخلص من النفايات الطبية وفرزها عن الاعتيادية، فضلا عن متابعة أعمال إنشاء وحدة معالجة المخلفات السائلة ومتابعة محطات معالجة الصرف الصحي. نفذت الفرق البيئية في مديرية بيئة المثنى زيارات ميدانية على عدد من مدارس المحافظة للإطلاع على الواقع البيئي فيها بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد. مدير بيئة المثنى يوسف سوادي جبار قال أن الهدف من هذه الزيارات هو الاطلاع على الواقع البيئي في تلك المدارس والعمل على تعزيز الثقافة البيئية بين شريحة طلبة وتلاميذ المدارس، مضيفا أن الزيارات شملت إلقاء عدد من المحاضرات التوعوية لرفع مستوى الوعي البيئي لدى هذه الشريحة المهمة. أجرت الفرق المختبرية في مديرية بيئة كربلاء المقدسة 190 فحصاً كيماوياً وبيولوجياً لمختلف المصادر المائية الموزعة في عموم المحافظة. مدير بيئة كربلاء المقدسة حامد عبيد قال أن الفحوصات شملت مجموعة من المصادر المائية منها المياه الجوفية والمسطحات المائية والآبار الأرتوازية ومياه وحدات المعالجة الصناعية. أضاف أن الفحوصات تمت من خلال الأجهزة والمعدات المختبرية المتوفرة في المديرية وفقاً للتوجيهات الصادرة من الوزارة. أجرت مديرية بيئة صلاح الدين زيارة ميدانية إلى قضاء الدجيل لمتابعة إنشاء محطات التصريف لمياه الأمطار والمجاري ومدى التزامها بالضوابط والشروط البيئية. وقال مدير بيئة صلاح الدين محمد مجيد أن هنالك ضرورة للوقوف على مراحل إنشاء هذه المحطات لما لها من أهمية كبيرة تقوم على خدمة أهالي الدجيل عامة وفق الضوابط والمحددات البيئية المعمول بها. إلى هنا نأتي إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم. تقبلوا تحياتي وتحيات كادر العمل. إلى اللقاء.